إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الفيديو والذي سأشارككم فيه أحد طرقي في طهي الأسماك. هالطريقة هي بسيطة للغاية وفي نفس الوقت هي لذيذة جدا جدا وكتميز بواحد الطعم رائع، لأن هالطريقة ديال الطهي كتخليك تذوق الطعم الحقيقي للسمك وكتستفاد من جميع الفوائد ديالو، عكس الطرق الأخرى اللي كيكثر فيها البهارات والعطرية لدرجة أنك ما كتبقاش تذوق طعم السمك. فهالطريقة هي ممتازة جدا وصحية، كنتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في الكومنتير، والى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي كيشوفنا اول مره يشترك معنا في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد ديال الفيديوهات ديالنا ان شاء الله، فتابعوا معنا اخواني المشاهدين. السمك اللي غادي نستعمله اليوم اخواني المشاهدين هو سمك الشرغو الفرنسية بواسون صار، هو اللي غادي نستعمل اليوم في هذه الطريقة ديال الطبخ. غادي يحتاج كراتوار بحال هذا اللي كتشوفوا في الصورة اخواني المشاهدين، هذا الكراتوار ممتاز غيعاونكم في تقشير السمك، ونحتاجو مقص ديال المطبخ كما هذا، وغادي نحتاجو مقص مثل هذا، هذا المقص كيكون صحيح وكيقطع الاشواك اللي كيكونوا قاصحين. والان اخواني المشاهدين غنبداو في التنظيف ديال السمكه، التقشير ديالها كما كتشاهدوا اخواني المشاهدين. الا بغيتوا تقشروا السمك اخواني المشاهدين، حاولوا دائما تشدوا السمكه من الراس ديالها، نشد السمكه من الراس ديالها ونقشر باليد الاخرى، وكنبدا من جهه الذيل بهذه الطريقه كتشوفوا. علاش؟ ملي كتشد السمكه من الراس ديالها وكتقشر بهذه الطريقه القشور ما كيطيروش عليك، يبقى يطيروا في الجهه الثانيه. اما الا شديتي السمكه من الذيل ديالها وبديتي كتقشر كيولوا القشور يطيروا عليك انت اللي كتقشر الحوت. يعني حاول دائما تشد السمكه من الراس ديالها بهذه الطريقه وتقشر، تبدا من الذيل وكتجر جهه الراس بهذه الطريقه القشور ما كيطيروش عليك. وحاولوا اخواني المشاهدين تقشروا السمكه مزيان، يعني من عند البطن ديالها، من عند الظهر، من تحت هذوك الاجنحه ديالها، حاولوا تقشروا السمكه مزيان تحت هذه الجنيحه ديالها، كيكون كيبقى القشور تما، لان ما مزيانش تكون تاكل الحوت وتلقى القشور في الماكله. وحاولوا دائما تقشروا الراس، شحال من واحد كيقشر الحوت وكينسى الراس راه كيكون فيه القشور، ملي الا ما قشرتيش ملي كطيب السمك كتلقى القشور في الماكله. حاولوا دائما تقشروا الراس من اعلى الراس ومن الاسفل، يعني تقشروا الراس مزيان وتقشروا السمكه مزيان كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. وملي نقشروا هاد الجهه نقلبوا الجهه الثانيه، قشروا الجهه الثانيه حتى هي. وملي تقشروا السمكه كلها اخواني المشاهدين غادي يبداو نقطعوا في دوك الاجنحه ديالها والشوك اللي كيكون في الظهر ديالها والجناحات اللي كيكونوا في الجناب وفي اسفل البطن ديالها. والان اخواني المشاهدين غادي نشدوا المقص ونحاولوا نقطعوا هاد الجناحات ديالها، الجناحات اللي كيكونوا بجنب الراس. قطعنا الاولى غادي نقطعوا الثانيه حتى هي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لهاد الجناحات اللي كيكونوا اسفل البطن كيكون قاصحين شويه، يعني من الاحسن تستعملوا المقص اللي كيكون صحيح شويه، واللي ما عندوش مقص يستعمل سكين بهذا الشكل هذا. كنقطعوا مع المقص كيكون صحيح شويه كيقطع المسائل اللي هي قاصحه كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. ملي نقطعوا هاد الجناحات غنحاولوا نقطعوا نحيدوا حتى الشوك، غنحاولوا نحيدوا الشوك اللي كيكون في الظهر، لان هذا الشوك اخواني المشاهدين ملي الا خليناه ملي كطيب السمكه كيدوب في الماكله، كتولي كتلقى الشوك في الماكله، يعني من الاحسن تحيدوه كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. كيكون قاصح شويه هو في التحيه ديالو، ولكن تحاولوا معاه اخواني المشاهدين حتى تحيدوه كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. ملي نقطعوا هاد الاشواك ديال الظهر اخواني المشاهدين، كاين واحد الاشواك كيكونوا في البطن اسفل البطن، تما غنحاولوا نحيدوهم كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. حاولوا تحيدوا هاد الاشواك حتى هما، لانهم ما مزيانش يبقاو ملي كيطيب السمك كيدوبوا في المرق ديال السمك، يعني من الاحسن تحيدوهم. وملي كنحيدوا الاشواك اخواني المشاهدين كنمروا للذيل. بالنسبه للذيل الا بغيت تقطعوه كامل تقطعوه، واللي ما بغاش يقطعوه كامل باغي ينقص منه ويحافظ على الجماليه ديال السمكه يحاولوا يقطعوه بهذه الطريقه. هذه الطريقه يمكن لكم تنقصوا من الذيل
من طول السمكة، ونفس الوقت كتحافظوا على الجمال ديال السمكة، يعني كيبقى بحال عندها الذيل ديالها، هو كتنقصوا منه بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقة كتحافظوا على الجمال ديال السمكة وكتحافظوا على الذيل ديالها، يعني كتنقصوا منه وفي نفس الوقت ما كتحيدوش كامل، واللي بغى يحيدو كامل يقطعو كامل كما كتشاهدوا في الصورة اخواني المشاهدين. ملي كنسالو من التقشير ديال السمكة اخواني المشاهدين كنحاولوا ننظفوها نغسلوها من داك القشور ونغسلوا المكان ديالنا. والان اخواني المشاهدين غنحاولوا نفتحوا البطن ديال السمكة ونخوها من الاحشاء ديالها وننظفوها. كنفتحوا البطن ديال السمكة كما كتشاهدوا في الصورة اخواني المشاهدين، فتحوا بالمقص او بالسكين وكننظفوها من الاحشاء ديالها وكنغسلوها كما كتشاهدوا في الصورة اخواني المشاهدين. الى بغيتو تحيدوا الاحشاء اخواني المشاهدين كتجروا من عند الغلاصين، عند الفوشكة ديالها عند الغلاصين، وكتجر كتنزعوا الغلاصين وكتجروا غيخرج لكم الاحشاء ديال السمكة كلها مع الغلاصين كما كتشاهدوا في الصورة اخواني المشاهدين. بهذه الطريقة هذه ملي كنحيدوا الاحشاء اخواني المشاهدين كنغسلوا السمكة ديالنا كننظفوها مزيان. من بعد ما نظفنا السمكة ديالنا اخواني المشاهدين غادي نحطوها في الطاوة ديالنا ديال الفران، وغادي نشرحوها بهذا الشكل هذا كتشوف فيه، نشرحوها بهذا الشكل باش يدخلها الطياب. غادي نحتاجوا اخواني المشاهدين بعض الكمون والقليل من الملح، وغادي نحتاجوا نصف كوب من زيت الزيتون، ويمكن لكم تضيفوا عليه زيت المائدة تخلطوهم بجوج. وغادي نحتاجوا قطعتين من البصل مقطعين على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا في الصورة اخواني المشاهدين. وغادي نحتاجوا حبتين من البطاطس وحبة ديال المطيشة او الطماطم. اول شيء غادي نبداو به اخواني المشاهدين هو اننا نضيفوا شويه الملح للسمكه، واللي ما بغاش يدير الملح ما يديروش، المهم انا كنستعمل في هذه الوصفه هذه كنستعمل الملح والكمون، وبعض الاحيان كندير الثوم. اول شيء غادي نضيفوا الملح ديالنا للسمكه بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا فيه اخواني المشاهدين، وغادي نضيفوا شويه ديال الكمون كما كتشاهدوا في الصوره اخواني المشاهدين. نحاولوا نديروا الكمون حتى في الداخل ديال السمكه بهذا الشكل هذا، كمون والملح، وكنضيفوا البصل ديالنا اخواني المشاهدين. كنحاولوا ندوروا البصل بالسمكه وفوق من السمكه بهذا الشكل هذا. من بعد ما درنا البصل غادي نضيفوا شويه الكمون فوق البصل كما كتشاهدوا، ونضيفوا شويه ديال الملح. من بعد ما ضفنا الملح كنضيفوا الزيت، زيت الزيتون، كنضيفوا بعض الزيت فوق البصل فوق السمكة بهذا الشكل هذا اخواني المشاهدين. ومن بعد ذلك كنضيفوا مطيشة طماطم كنديروها فوق البصل وفوق السمكة بهذا الشكل هذا اخواني المشاهدين. من بعد ما ضفنا الطماطم اخواني المشاهدين كنديروا بطاطا او البطاطس كنديرهم فوق السمكة بهذا الشكل هذا. والبطاطس اخواني المشاهدين حاولوا تقطعوهم طرف رقاق شوية، طرف رقاق باش يطيبوا بسرعة، حاولوا ما تخلوهاش غليظة، يعني رقوها شويه البطاطا باش دغيا طيب ان شاء الله. ومن بعدها كنضيفوا شويه ديال الكمون، وبالنسبه للثوم اللي بغى يضيف الثوم يضيفوا، انا ما كنكثرش العطريه بزاف، والثوم كنضيفوا بعض الاحيان وبعض الاحيان لا، اللي بغى يضيف الثوم يضيفوا ماشي مشكل. نضيفوا شويه الكمون وشويه الملح، وبعد ذلك اخواني المشاهدين كنضيفوا الزيت ديالنا. كنحاولوا ندوروا الزيت بالطاوه كلها، نضيفوا فوق الخضر وفوق السمك بهذا الشكل هذا اخواني المشاهدين. الباقي من الكوب كنضيفوه فوق السمكة وفوق الخضر. ودابا اخواني المشاهدين كنشدو الطاوة ديالنا وكندخلوها الفرن، كندخلو الطاوة ديالنا الفرن وكنتسناها طيب، يعني كنطلعو عليها مرة مرة حتى نشوفو السمكة طابت والخضر طابت. هذه هي الطريقة اخواني المشاهدين اللي كنستعمل، ودابا غنوريكم الطاوة ملي خرجت من الفران بحالاش دايرة، يعني المذاق ديالها اخواني المشاهدين يا سلام، لذيذة لواحد الدرجة ما تصوروهاش. كطعموا في هذا السمك والمذاق ديال السمك، كتعجبني هذه الطريقه بزاف، حاولت نشاركها معكم اخواني المشاهدين، لان بزاف ديال الناس كيسولوني في التعليقات كيقولوا ورينا شي طريقه بحالاش كطيب الاسماك. حاولت نشارك معكم هذه الطريقه تلبيه لطلب اخواننا المشاهدين. كنتمنى ان الطريقه تعجبكم،
ويمكنكم تجربوا اخواني المشاهدين وتجاوبونا في التعليقات بلي كومونتير، قولنا الطريقه واش عجبتكم ولا لا، وما تنسوناش من لي لايك. وبالنسبه للناس اللي كيشاهدونا اول مره ومازال ما اشتركوش في القناه، يشتركوا معنا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم الجديد ديال الفيديوهات ديالنا ان شاء الله. فرجه ممتعه اخواني المشاهدين، وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.